هلا والله، كيفكم؟ شخباركم؟ مقطع جديد. مقطعنا اليوم بنجرب المنتجات الكورية. طبعا غدير بحثت بقالة حقت منتجات كورية، اتفقنا انا وياها بندخل البقالة، انا بروح من هنا وهي بتروح من هنا. طبعا المفاجأة وشو؟ طلعت بس زاوية كذا اللي فيها منتجات شوي منتجات كورية ومنتجات مدري وشو. دخلنا قررنا نجيب اي شيء غريب ما نعرفه، منها كوري منها مو بكوري، صح؟ احنا كيف اقول لكم، انا ما اعرف وش محمد عنده وهو ما يعرف وش عندي، او يمكن هو يعرف لانه صراحه قز، يعني هو غشاش. تفرقنا بس كلنا صرنا في نفس الزاويه في الاخير. انا اللي حاسبت يعني، بس انا صراحه تعمدت اني ما اشوف سلته عشان يعني مثلا ما يعني كل حماس فيني اشوفها الحين قدامكم، بس هو يعني شاف سلته. كل شوي نتاكد من بعض، انت اخذت هذا اخذت هذا، بس مره واحده مره. طيب بنشوف يعني اي شخص عجبنا الاجابه نحطها على جنب ونشوف مين اكثر شيء جاب اشياء حلوه. نبدا فيك. يلا، طبعا اغلب الاشياء مشروبات وسكريمات، نبغى نبدا في السكريمات قبل لا نذوب شوي. هذا الاول بالمانجا، ما قد شرينا شيء من البقاله بالمانجا، انا بالنسبه لي ما قد جربت شيء من البقاله بالمانجا. كوريا هذا طبعا، هو بس ذاب عبارة الطريق. والله بعيد البقالة عننا شوي يعني، ورايحين الظهر. ديب بابا ديب. حلو صح؟ مرة حلو، كنا والله حلو، كأنه مانجا كذا على خوخ، صح؟ ما كأنه مانجا، مرة خوخ أكثر شيء. حسيت طعم خوخ، يعني كأنك تأكل خوخ من الثلاجة. محمد شكله خوخ. لا لا والله مانجو مكتوب. مانجو والله طعمه فيه خوخ. شفتوا عصير دناو؟ كأنه صابين ومثلجية ولا؟ مرة دناو. أتوقع عجب أنس. إيه أتوقع المانجا مع الحليب كذا يصير. كم تقيمين المانجا؟ قيمه 8.5 9. 9. طيب جا دوري. هذا الايس كريم اللي انا شريته. طبعا بنات لازم نشتري شيء فيه فراوله. طبعا فكره المنتجات المستورده او الكوريه هذه كلها انتم مره كثير طلبتوني، فانا يعني ما الومكم، يعني انا بعد احب اشوف الناس كيف تجرب اشياء جديده وكذا. فشوف هذا الشكل ايس كريم، كانها نفس الفكرة. حلو مرة، حليب فراولة. كم تقيمه؟ 8. أنا أعطيه 7 لأني أنا ما أحب حليب الفراولة، لو كان فراولة كلها أوكي. هذا المنتج الثاني اللي جبته، أتوقع إنه بالليمون، هذا شكله ذائقة. أتوقع هذا أنا مسكته كذا كان رايح جاي. خليه في كيس، ارفع بس كذا، ارفع كذا. انا ما راح اوزك بايش. طيب شكله تفاح اخضر. لا والله اني ما ادري شو الطعم، قد اكلته قبل بس ما ادري شو. ما ادري، تفاح اخضر، جوافه، لحظه ممكن شمام. كنا شمام. اي والله كنا شمام، شكله شمام. اقرا هنا بالانجلش، والله ما اعرف اسامي الفواكه بالانجليزي. في ميلون مكتوب، ميلون. اعطي انا المنتج اللي بعده، هو هذا سكريم برضو. كثرنا سكريمات صح؟ اي انا صراحه احب اجرب اكثر شيء سكريمات وكذا، يعني شوي اخاف من الاشياء اللي تنكبتهم والكلام طويل وكل شيء. هذا ما شاء الله مسح، واو شكله دارك شوكليت. شوف شلون شكله، صرت تحب السكريمات على حظنا. كان ما يحبها. اما يعني ما شاء الله شلون حلو. مرة شوكليت شوكليت شوكليت. شفتوا بابو كذا سكريم بابو اللي يجيكم بالعلب، مره كانه هو. اتوقع هذا احلى واحد ترونه. يو اي صح، اللي الاخضر قبل شوي كم تقيمه؟
6. أنا بعد 5. هذا كم؟ هذا 10. حلو يعني عادي أشتري. إيه يعني أشتري يعني إذا شفته بشتري. نخش على المشروبات. الله يستر. هذا تعرفون الحلب منه مشروب أنا ما قد جربته الصراحة. شاي سيروب. ناشف. طلع مقفل. حريصين مرة. لا تكثر بس. أتوقع بيصير حليب شوكليت. أنا ما راح أحب المالتيزر. أوف الريحة لا. حلو. والله مو حلو ابد. طعمه مثل البروتين اللي تشربه حق النادي. اوه مكتوب عليه هاي بروتين، شكلهم مكبين ذاك البروتين وخالطينه بمويه ويلعبون عليه. مره طعمه بروتين وانا اكره البروتين هذا، طعمه اكره. يلا اللي بعده مشروبي. المشروب هذا ليتشي، شراب الفاكهه ليتشي. اتوقع هذه فاكهه اسيويه. صح؟ والله ما اعرف الصراحه. الا دائما اشوف مقاطع اليوتيوب وهم يجربونها. كذا تشبه فاكهه التنين. تمام. يلا جرب انت، تبي تغامر جرب. طبعا هو الحين يحسب السفر. شكلهم حلو. عطني عطني وصفني. ليتني ما شفت. والله في اشياء. يلا واحد اثنين. كذابين. واحد اثنين بعد. اشوفك كميلة. يلا. خلاص انا اتشرب ودافع عايش. يلا 2-3. انت لك يا يلا 2-3 ماما. واحد اثنين ثلاثة. توتي. كانك تشرب موية ورد. اي والله موية ورد. موية ورد بس حالية، مرة حالية. بس مو غازي صح؟ لا عصير عادي بس اني لا دودي. خلاص انس بيشربه. هذا المشروب الثاني المندم. كلنا نعرف الحلاوه بس ما قد جربنا المشروب. الله يستر لي يكون بروتين بعد. شكله مثل ذاك عشان ناخذ فكره من الريحه. نفسه بروتين. هو نفسه بس مغيرين. نفسه خلاص ما لدينا ندوق. يلا 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 واحد اثنين. كيف ماما؟ توقي ما ادري. لا الحين تشتغل حركات نظالة محمد. النظالة اللي ما تشرب تسوي نفسها تشرب هذه النظالة. صراحة المشروبات هذه مو حلوة، ما انصح فيها. خايسة وصفر من عشرة. ما قيمنا اللي متشن. صفر. ايش دعوة صفر؟ واحد. شيبس أخيرا. فلفل وليمون. هذا طلع شركة تسالي للأسف، والله نحسبها. أول مرة أشوفها. إي حسنا. فكرة غريبة. اي صراحة انها كانت في القسم الاسيوي ولا؟ مثل ما اخذتها. الا ترى حار. حار ينوني. ترى طفل يعني لازم اذوق عشان يتوب وما عاد ياخذ مرة ثانية. حلو الصراحة. هذا ماي جاد بديل شو اسمه ذاك حار نار. و بديل دوريتوز يمكن. لا مو دوريتوز، بكتب لكم اسمه اللي اقصده.
شوفه حار على الناس ما عجبه كله عشان كم تعطي؟ عشرة. أنا جايب نكهات غريبة يعني غدير جايب نكهة كيف تقنعها يعني بس هذه ليش يا شيخ؟ أنا بقول لكم وش السبب؟ هذا نفس الشركة؟ أي نفس الشركة. هذه النكهة الكورية. وش النكهة الكورية ما ندري. يلا مرينا. طبعا السبب إن محمد جايب أشياء حلوة أقل مني إن أنا معي أنس مبتلش فيه وهو دخل أول واحد تسوق وخلص بعدين. لا هي حاطة أنس بالعربية والدفة يعني ما له علاقة. إلا هو كل شوي أنس يبي كورة يبي حلاوة كل شوي أوقف فرفر الدنيا وجالس عند الكاشير كده. مو بشين بس طعم اندومي بس سبايسي برضو كيف اسوي احنا عرفتوا حلو اعطيه 8 وانت يعني 7.5 8 لا تقلدني خلي عندك شخصي ما قلت 8 7 شايلاتها في قلبها من ذاك المقطع. هذا البطاطس هذا عاد كوري مدري اسيوي المهم ما غلطت هذه المرة. النكهة. النكهة. فلفل. ليمون و. جايبه كله حار. الله اني اشوف اي كلام غريب واجيبه يعني. بينا هوا عشان ما يقدر يمسك خلاص يكفي طلع شكله زي البط شلون ما كان يفتكر شيء مدري كيف لا معليش في طعم في بروتين برضه شوف شلون حاطين بروتين والله حار هذا مثل الاندومي اللي مره حار عرفتوا فيعني حرارته ما تمزح بس مو حلو الصراحه اي مو حلو كم قيمه 2 مره بطاطس في العسل لازم نجرب صدق كم ياكل عسل احس البطاطس شياب عرفت يعني مع قهوه ان شاء الله انكم تفهمون تقييم انس على الصامت يعني تعرفون الكورن فليكس اللي يجيكم بالعسل نفس الطعم انتهينا 1 من 10 خذ بطاطس ليه حرام واحد مش الدرجه يعني كل انت انا هذه منتجاتي خلاص صدق مش باقي عندك بعد يو عندي سكريم نسيته عرفتوها هذا ما ادري وش والله شو اسمها نكهه ايس كريم لوتي موتشي الموتشي هذه عرفتوها شكلها حاطين ملاقة يا سلام يا سلام شوف الشكل اوه شو شلون علكة ايس كريم يمه واضح الخشبة هذه مرة ما تناسب مع الايس كريم هذا هو ليش يتمغط كذا؟ اصبر شكلها كذا خطة القوام سيء ما شاتك من حبة الكلمة الثانية ليه؟ كيف؟ شكلها خربانة اما كذا من داخل حلو طعمها بس صراحة من برا والقوام سيء كم؟ صفرين غريبة أشياءهم تجي كذا لزجة من شلون شو تقول دخل وخلص كل شيء وأنا خلصت الحين المقطع هي باقي أقول باقي ندومي ناسيها طيب شوفوا هذا السكريم أنا ما أدري والله هو كوري آسيوي ما أدري المهم إنه أول ما شفته كنت مرة ودي أجربه وطلع ترند في التيك توك يلا نجرب ايه شكله باكج محترم ولد ناس كبير
بالنسبة لي قول تقييمك كذا. أنا أقول حلو طعمه، بس شفت الايس كريم هذا في نفس شكله في البقالات ينباع، يعني نفس الطعم ما هو جديد. هو طعمه مو جديد، بس بالنسبة لي 10 من 10 وأشتري منه. يعني أنا دائما أشتري لي نفسه من البقالة بريال ما أدري بريالين. وشو من قصدك من كواليتي؟ ما أعرف والله، ما انتبهت في الشركة، أعرف شكله بس كذا نفسه من جوا أبيض ومن برا. مثل شفتوا إنه عجب أنس وعطى 10 من 10 على طمانتي. طبعا شفت اندومي جديد علي، اول مره اشوفه، اول مره اشوف النكهه هذه، فقلت نجربها سوا. قصدك اول مره تشوف النكهه هذه ولا قصدك اول مره تشوف الشركه هذه؟ كلها الشركه والنكهه. صلصه الرامن متعمدين نخليها اخر شيء عشان يحتاج نسويها وكذا، فبنسويها ونرجع لكم. جانا لكم بعد ما سوينا الاندومي، شوفوا شكلها، شكل شهي شوي. لا ما يشهي والله، هذه اندومي بالنفط صراحه. ما ادري وش اللون الغريب ذا، لون بني مره، نفس اللي في الكيسه. اي بس مره لونها بني. يلا نجرب. بسم الله. بس حاره، هي الريحه حلوه وكل شيء حلو، بس صراحه اللون ابدا. احس ان دول ما انطبخت زين، كان يبغى لها زياده على النار قبل لا تحطين ذا الاشياء. والله خليتها لما غلت. انا انسانه ما احب اجرب في الاكل كثير، يعني الاشياء الغريبه، فيعني ما ادري هذا ما يعتبر شيء غريب، بس يعني شوي اقرف من الالوان والاشياء ذي. بسم الله. صادق ما طبختيها زين. ما ادري انا ما طبختها زين، كنا مستعجلين عليها او هي كذا اصلا تعلق شوي. هم يقولون خليها تغلي 5 دقائق، ما خليتها تغلي. اوه 5 دقائق، والله شكلي خليتها اقل. بشكل عام الصوص يعني حلو، اعطيها 5. انا ما راح اقيم الصراحه، اتوقع لو طبخينها زين بتطلع احلى من كذا. خلاص تخيل انها انطبخت وقيم، واضح يعني لو تخيلتها بتطلع زي الاندومي. غمض عيوني. انت النكهات ما فيها شيء يعني، ايش فيها؟ انا بعطيها 5، ما يعني الاندومي العادية احلى. طبعا بيذوق ان شاء الله 10 مرات، اهم شيء اختياره يطلع حلو بالتقييم. 6. كان عندهم نكهات حارة وكذا، بس ما حبينا الصراحة نجرب اشياء حارة. بكذا خلصنا الاندومي، الحين راح نشوف مين اكثر شخص اختياراته كانت الاحلى. يلا طيب، من الايس كريمات راح نختار اكثر الاشياء اللي عجبتنا. انا عجبني هذا، وانت؟ ايه المانجا. طب المانجا والشوكولاته. المانجا والشوكولاته كلها عجبنا. هذا حقك انت جبته صح؟ اوكي، وهذا انا جبته، هذولي مستبعدين. طيب هذا بعد انا جبته، انا عجبني. يعني تبعي هذا، ما عاد بطلبه مرة ثانية الصراحة. يعني لا اوكي، هذا هذا حلو، هذا هذا وش باقي من الأغراض؟ المشروبات. لا مشروبات ما عجبتنا. مشروبات كلهم حلوة. ايه مشروبات ما عجبتنا، يعني اللي طلعنا منه هذه خياراتي انا اللي عجبتنا اكثر شيء، وهذا انا الحمد لله اخترت شيء واحد حلو. بكذا يعني مو شرط يكون اللي اختار قليل بناته ما اختار يعني اشياء حلوة، ففزت انا. يعطيك العافية. ما اخذ اكثر مني اشياء، يعطيك. انا خلصت في باقي. يعطيك العافية. انا ما اخذت اكثر منك يا محمد. اكثر مني. المهم كالعادة ما يحب يعترف. لا هي فازت علي، ما قلنا شيء، بس هي تقول كلام غير اللي صار في الصدق، كلهم شافوا اني انا خلصت وانت باقي تطلعين اشياء. انت عارف ليش جسنان طلع اشياء؟ ماني بعرف. خلاص كت. المهم بكذا فزت انا، بكذا وصلنا لنهايه المقطع. اذا عجبكم المقطع لا تنسون تسوون لايك، تشتركون في القناه. نوني تقول مع السلامه. يعني مع السلامه.